الحقيقة إن أنا حابب أبدأ طبعا إن هذا الأسبوع شاهد بداية العام الدراسي الجديد، وكلنا حضراتكم تابعتوا الحمد لله بدأ منذ أيام. والنهاردة أنا كنت حريص الحقيقة على زيارة عدد من المدارس في منطقة حي السلام في محافظة القاهرة، وإن شاء الله الأسبوع القادم يعني هنتعب بقى حضراتكم، هنبدأ جولاتنا في المحافظات بصورة مكثفة، وإن شاء الله هكون حريص في كل جولة إن إحنا نزور عدد من المدارس اللي موجودة علشان نتأكد من انتظام الدراسة ومن انتظام المنظومة الجديدة اللي يعني كنا يعني تم إطلاقها في موضوع إعادة توزيع الطلبة، الاستفادة من الفراغات الكبيرة اللي كانت موجودة في المنشآت التعليمية وما كانتش مستغلة عشان نحولها إلى فصول. والحقيقة يمكن تقديراتنا إن إحنا قدرنا من خلال هذه المنظومة إن إحنا نضيف عشرات الالاف من الفصول الجديدة مع النظام اللي احنا عملناه، فالحمد لله يمكن التقديرات الاولية بتؤكد ان استقرار الحمد لله العام الدراسي. النهاردة فعلا المدارس، وعشان بس يعني ما يبقاش في مبالغة، وانما احنا الحمد لله فعلا المتوسط الاغلب والاعم النهاردة في كل الفصول اقل من 50 طالب في الفصل باستثناء عدد من المدارس وفي مناطق معينة، وإن شاء الله دي هنستهدفها تباعا في خلال الفترة القادمة. أيضا بالآلية اللي طرحها السيد وزير التربية والتعليم تعاملنا مع موضوع عجز المعلمين، والأمور يمكن أنا عايز أأكد عليها، إحنا كدولة هذا الملف شغلنا الشاغل في خلال الفترة السابقة والفترة القادمة علشان فعلا نحقق الجودة المأمولة من المنظومة التعليمية لكل أبنائنا في هذا الموضوع. الشيء المهم جدا اللي عايزين نشتغل عليه هي الفصول اللي ما قبل المرحلة الابتدائية أو اللي ما يطلق عليها فصول رياض الأطفال، لأن دي مهمة قوي لأنها بتساعد في تنشئة الأطفال قبل ما يدخلوا على مرحلة التعليم الابتدائي، وحنتوسع فيها برضو ببعض الآليات الغير تقليدية علشان إن شاء الله إن شاء الله نحاول برضو نعظم من الاستفادة من هذا الموضوع. الحقيقة برضو على مستوى التعليم العالي، ويمكن حضراتكم شايفين مصر بتشهد فيه طفرة جيدة جدا في عدد الجامعات اللي بتدخل في المنظومة، سواء الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الدولية اللي بدأت النهاردة الحمد لله أعدادها بتزيد. وأخيرا يمكن 46 جامعة مصرية مختلفة دخلت في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة لعام 24، ودي كلها بتبقى مؤشرات دولية بتؤكد أن الجامعات المصرية النهاردة بدأت موجودة على يعني في الحصر وضمن التصنيف من أفضل الجامعات على مستوى العالم. ما زال أمامنا شوط طويل، ولكن بالتأكيد الحمد لله أن احنا على المسار الصحيح في هذا الملف، ملف التعليم سواء التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي إن شاء الله. وسنستمر وبصورة مكثفة جدا 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 في هذا الملف خلال الفترة القادمة.